ازي سنت الموند ميزاني زابون ان شاء الله تكونوا كاع بيان في الناس بلوكس قناه مختصه في كل انواع الهجره. هنا كل المتابعين والمشتركين في القناه اتمنى ان تكونوا بالف خير وبصحه جيده. شكرا شكرا كثيرا على دعمكم للقناه. فيديو اليوم عاجل، سوف اشرح لكم اسهل تاشيره تم اطلاقها من طرف حكومه المانيا للهجره مجانا ونسبه القبول 100%. هنا تقديم لجميع الدول وكل الجنسيات من خارج الاتحاد الاوروبي، مثلا من الجزائر، تونس، المغرب، افريقيا، اسيا. هنا لا تفوتوا هذه الفرصه المجانيه للهجره الى المانيا. هنا سوف اشرح لكم اسم التاشيره، تعريف التاشيره، شروط التاشيره، وفي الاخير سوف اشرح لكم طريقه التسجيل والتقديم الى هذه التاشيره. مشاهده مفيده للجميع. اولا اسم التاشيره هو بطاقه الفرصه، وهي تاشيره البحث عن عمل في المانيا. هنا تعريف التأشيرة، تأشيرة البحث عن عمل في ألمانيا 2024. يمكنك الهجرة إلى ألمانيا من خلال قانون الهجرة الجديد في ألمانيا. في الأيام الأخيرة يسهل استقبال الأشخاص من خارج ألمانيا وخارج الاتحاد الأوروبي لدخول ألمانيا والعمل فيها بواسطة بطاقة فرصة في ألمانيا، أو ما يعرف بتأشيرة شونسون كارت فيزا جيرماني. هنا سؤال، هل يمكن الحصول على إقامة مؤقتة أو إقامة دائمة بواسطة هذه التأشيرة؟ هي ليست إقامة مؤقتة، بل هي مجرد تأشيرة للبحث عن عمل تحصل عليها من بلدك وتسافر من خلال فيزة البحث عن عمل في ألمانيا للبحث عن عمل. إذ وجدت مثلا عملا كونترا دو ترافاي أو عقد، ستحصل على إقامة اسمها البطاقة الزرقاء. ثانيا لدينا شروط الحصول على التأشيرة. هنا هذه التأشيرة مبنية على نظام للنقاط. هنا يجب الحصول على 6 نقاط والتي تمكنك من الحصول على تأشيرة البحث عن عمل، وتكون مدتها ل6 أشهر أو عام كامل. هنا سوف أشرح لكم كيفية الحصول على 6 نقاط. أولا لدينا نقاط التعليم. هنا إذا لديك مؤهل دراسي مثلا بكالوريوس، ليسونس، ماجستير، هنا ستحصل على 4 نقاط. هنا أيضا لدينا نقاط الخبرة، إذا لديك خبرة مهنية لمدة 5 سنوات على الأقل ستحصل على 3 نقاط. أيضا هنا حالة أخرى، إذا لديك شهادة مهنية بشكل جزئي في بلدك مثلا من الجزائر، تونس، المغرب أو أي دولة معترف بها في ألمانيا، هنا سوف تحصل على 4 نقاط. لدينا أيضا نقاط اللغة. هنا إذا كان لديك مستوى B2 أو C1 أو C2 في اللغة الألمانية ستحصل على 3 نقاط. هنا إذا كان لديك مستوى B أو أقل ستحصل على 2. هنا أيضا إذا لديك مثلا اختبار للغة الإنجليزية، مثلا لديك مستوى C في اللغة الإنجليزية وتحصلت على درجة 7 في امتحان IELTS أو ما يعادلها في اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى، هنا سوف تحصل على 1. هنا لدينا نقاط العمر، إذا كان عمرك أقل من 35 سنة فستحصل على 2، إذا كان عمرك بين 35 و40 سنة فستحصل على 1، إذا كان عمرك أكبر من 40 سنة فلن تحصل على أي نقطة في هذا العامل. هنا لدينا نقاط الإقامة السابقة في ألمانيا، إذا كنت مقيم سابق في ألمانيا لمدة 6 أشهر على الأقل بإقامة قانونية فستحصل على 1. هنا أيضا إذا لديك أحد أفراد العائلة مقيم في ألمانيا ويريد دعمك في الحصول على عمل ستحصل على 1. أيضا هنا أيضا إذا قدم الزوج مع زوجته هنا سيحصل على 1 إضافية. إذا شرحت لكم طريقة الحصول على النقاط. هنا مثلا إذا قمت بحساب مثلا نقاط التعليم ونقاط الخبرة ووجدت أنك حققت شرط 6 نقاط، هنا يمكنك التقديم إلى هذه التأشيرة بدون لغة. والعكس مثلا إذا لديك نقاط العمر ونقاط الإقامة السابقة في ألمانيا وأيضا مثلا نقاط اللغة وقمت بحسابها ووجدت أنك حققت 6 نقاط، هنا يمكنك التقديم بدون خبرة وبدون أيضا تعليم. هنا المهم عامة يجب الحصول على 6 نقاط المطلوبة. هنا نفترض الحمد لله قمت بحساب النقاط الخاصة بك وحققت 6 نقاط المطلوبة. هنا الخطوة التالية هي التقديم على التأشيرة في السفارة الألمانية الموجودة في بلدك الأصلي، ولكن قبل ذلك يجب تحقيق شرطين فيما يخص عقد العمل ليتم الموافقة عليه في مكتب الأجانب وتحصل على هذه التأشيرة بالتالي إقامة في ألمانيا.
للمدة المحددة. هنا لدينا الشرط الأول، يجب أن يكون عقد العمل في نفس تخصص دراستك. لدينا الشرط الثاني، يجب أن يكون الراتب الخاص بالوظيفة التي استعمل بها في ألمانيا يكون 3500 يورو شهريا. هنا لدينا ملاحظة ونقطة مهمة جدا، هنا لضمان قبول طلبك يجب على المترشح أن يكون حاصل على شهادة في تعزيز اللغة الألمانية لزيادة فرصته في الحصول على عقد عمل في ألمانيا، لأنه عند وصولك لألمانيا سوف تحتاج للتكلم باللغة الألمانية، مثلا عند إجراء المقابلة في زونتروتيا مع الشركات الألمانية أو أصحاب العمل الألمانيين للبحث عن عقد عمل. وأيضا يجب إجراء توثيق للشهادة الدراسية، وأيضا يجب أن يكون للمترشح حساب مصرفي مغلق في ألمانيا برصيد 11000 يورو لصرفها في مدة إقامته في ألمانيا. هنا أخيرا التقديم على التأشيرة يكون مباشرة في السفارة الألمانية الموجودة في بلدك الأصلي. وأيضا للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه التأشيرة يرجى التقرب للسفارة الألمانية الموجودة في بلدك الأصلي، مثلا سفارة ألمانيا بالجزائر، سفارة ألمانيا بتونس، سفارة ألمانيا بالمغرب وأي دولة أخرى. وأتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع فيديو اليوم. هنا لخصت لكم هذه التأشيرة وشرحتها لكم شرح كامل. إذن شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.